هلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم فقره common mistakes in English، اخطاء شائعه تحدث في اللغه الانجليزيه، شائعه جدا. So let's get started. اول خطا معنا لليوم اللي هو كلمه absorbed. ايش حرف الجر من الناس اللي يجي معاها؟ لكن قبل هذا خلينا نعرف ايش معنى absorbed. كلمه absorbed هي صفه بمعنى مستغرق في او منهمك في شيء، او بشكل مبسط مشغول جدا في شيء يسويه. فحرف الجر المناسب اللي يجمع هذه الكلمة اللي هو حرف N، منغمس في absorbed N، absorbed N. فمن الأخطاء الشائعة والمعروفة عند كثير من المتعلمين للغة الإنجليزية إنه يحط بدل N يحط بدلها at. هذا غلط شائع. شوف المثال هذا: The man was absorbed in his work. هذا صح، لكن الغلط اللي يقع فيه الكثير يقول لك The man was absorbed at his work. لا، غلط. وبالمناسبة absorbed مشتقة من الفعل الأصلي absorb. absorb معناه يستوعب شيء أو يمتص صدمة أو يمتص أي شيء. نجي الحين عند خطأ رقم 2، كلمة accustomed. accustomed بمعنى متعود على أو متأقلم على. فنشوف إيش. فمثلا I'm accustomed to hot weather، يعني أنا متعود على الجو الحار، أنا متأقلم على الجو الحار. هنا استخدمنا كلمة to يعني لأنها تناسب كلمة. فمن الأخطاء الشائعة في بعض المتعلمين اللغة الإنجليزية يقول لك I'm accustomed with. with هنا غلط، تقول I'm accustomed to. to هنا صح. بالإضافة إلى ذلك تقدر تستخدم عبارة used to، مثلا she's used to the hot weather، يعني هي متعودة على الجو الحار، نفس المعنى. طيب accustomed منشقة أو مشتقة من كلمة accustom. accustom معناها يتأقلم أو يتعود أو يألف شيء. فمثلا you must accustom to the new health system، يعني ينبغي عليك ان تتعود او تتاقلم مع النظام الصحي الجديد. الدرس السابق كان برعايه هذا الكتاب common mistakes in English، فانا قد صورته 50,000 تريليون مره، لكن بما ان في متابعين جدد تتابعوني فلازم اصوره مره ثانيه.